نتحدث اليوم عن إنجاح الانتقال الديمقراطي والتقدم بالمسار السياسي بظل تواصل إهمال اقتصادي. الملف الاقتصادي. وهنا أختم بكلمة واحدة كما قلت إيمان، الدولة والحكومات المتعاقبة الحقيقة كلها ولا أستثني منها أحدا وجدت الحل السهل، هو أنه تمشي تتسلف، وتسلفنا وبحثنا سيد النائب تقريبا كل ثلاث معناتها نلقاو، قالها البارحة معنا سي عمار نائب عمار عمروسية وهو محق الحقيقة في ذلك، وإن قالها بطريقته الثورية بن ظفرين شوي وهو محق طبعا وراي في المعارضة اليوم. أيوة لا هو حق، لا لا حق، يستغل إخفاقات الحكومة. أنا نمزح فيه، أنا نمزح فيه دوره مش حقه دوره. دونك الحقيقة في كل ثلاثة وبحثنا السيد النائب ينجم زاد يصحح لنا كان احنا غالطين، نلقاو قرض أو نلقاو تعاون أو نلقاو دون أو نلقاو حاجة عندها علاقة بالفلوس إيمان. دونك الحقيقة وقتاش باش نوقفوا لمراجي هذا، لأنه قلت لك قبيلة وبينتها في كلامه ويتقال اليوم، قلت بلادنا تغرق في الديون وأعطيت مثال أهم بشيء مش معناتها أحاول التهويل ولا النفق البيرو نتاع الفم، أعطيت لا لا أعطيت مثال اللي قلت كي نعجز عن إدارة الوضع عن المالي ونمشوا نسلفوا نسلفوا راه من بعد يعملونا كوميسيون مالي كما لو قع قبل وكان وراء دخول الحماية الفرنسية. هذا ما لا نأمله، ونقول كلام هذايا مش نخوفوا به، إنما ننبه صانع القرار إلى ضرورة إيقاف لمراجعة متاع اللجوء للتدين. سيد النائب وليد الجلاد النائب عن كتلة الديمقراطية، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا إيمان وشكرا على الدعوة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعات ومستمعي راديو ماد، ومرحبا بالمحلل السياسي سيمون بن زيد. وليد الجلاد قلنا وأنه مثالش إذا كان أعطينا الأولوية في السنوات الأولى بعد الثورة للجانب السياسي في إطار بناء مؤسسة الدولة والهيئات الدستورية وعملنا الدستور، لكن اليوم بعد 7 سنوات نستفيق وأنه الحقيقة الركول صار خاصة في الجانب السياسي، أغلب المؤسسات الدستورية مش موجودة وعلى رأسها وأهمها ربما المحكمة الدستورية اللي ربما اليوم لا قدر الله في حالة وجود فراغ نلقاو روحنا الناس كل معناها بوختفو. حتى الوضع الاقتصادي للأسف قلنا أو كتعطات الملول الأولوية، لكن أنتو بشوية بشوية نمشيو للتصليح، الوضع ما يفرحش له. خليني نقول لك صحيح نتفق معك، الوضع صعيب والوضع حتى حد منجم يقول اليوم الوضع يفرح في تونس ولا الوضع ممتاز في تونس، فما لكن خلينا نقول الأسباب. تو مثال تعليقا على كل ثلاث عنا جلسة في خصوص قرض، نواب الشعب اللي يعرفوا مش معناتها دور نائب شعب يعرف اللي الدولة التونسية قداش مصادق في قانون المالية قداش باش ناخذوا من قرض، هذه تفاصيل الجلسات اللي تنعقد للقروض، لأنه يعني الدستور أعطى كونه لنواب الشعب الحق على الاطلاع بحيثية القرض، لكن صادقنا من على من في قانون المالية في قانون المالية نصادقوا على جملة القروض اللي باش نغطيو بها الميزانية، معناتها ماناش قاعدين نتفاجئوا، لكن كل قرض بتبيعه بتفاصيله من حق نواب الشعب، وهذه معناتها هنا فما زادك خلاف على إذا كان أنا صدقت على 1800 مليار أو 2000 مليار على تعطيل، هذا قرض إجا البرلمان بالتفصيل، لأنه في قانون المالية نصادقوا على جملة القروض. في ديسمبر كل عضو مجلس نواب الشعب او الحكومه تعرف روحها من اين بتستقترض، تقول زايد التفصيل هذايا اللي ذا على الوقت فما اولويات جلسات عامه اولويات باش نمشيو، معناتها فما قوانين معطله، اما باش نقعدوا كل جلسه تكرار اللي صار تكرار وقت اللي لكن هاو ونعطيو صوره للناس اللي عباره احنا كل جمعه قاعدين نقترضوا وقت اللي قيمه القروض اللي قيمه التدين ديجا نعرفوها من ديسمبر قداش الدوله باش تقترض وتقدمها للحكومه في قانون الماليه وقانون الميزانيه. اما اليوم ربما نتحدث على قانون ماليه تكميلي وليد الجلال، لانه وقت اللي عملنا على الميزانيه هذيا فما برشا حديث على ان الميزانيه بنيت على فرضيات مغلوطه، لكن الى اليوم ما زالت معناتها ما فتناش المعدل بالنسبه للتدين، بالنسبه للتدين لليوم ما زلنا في الحدود المعقوله، في شنو مش المعقوله اللي حطيناها اللي حطيناها في الميزانيه، ما زلنا ما فتناش الاهداف نتاعنا، لانه لكن فما تحكم كذلك في الميزان التجاري، اليوم فما تحسن في التحكم في الميزان التجاري. فيش تحسن، انا ستحدث على ربما وان الميزان التجاري في الحقيقه مش في لانه الرقم المصادر به 7.9 لوخ، فما حديث على انه فات الدو شيف، وقف النزيف، لا ذاك اللي فات الدو شيف تحكي على التضخم المالي، تحكي عن التضخم المالي فما نوصل تقريبا في حدود 8% 7.5% تو، لكن نحكي انا على وقف النزيف المالية العمومية. خلنا نقول لك اليوم عنا أزمة، الأزمة الحقيقية أزمة المالية العمومية، لأنه الاقتصاد البلاد بدأ يتعافى،
لكن مش يكون تأثيراته على المالية العمومية بعد مدة كبيرة، ما يكونش تأثيراته حينية، لأنه كي يقول لك أنا نسبة نمو اليوم 3% رجعنا ل 3% في 6 أشهر ما هيش في مستوى التطلعات، لكن معقولة كنا نعملوا في 0%، كنا نعملوا في 1% نسبة نمو باش هل عملناها 3% بالمحركات الأساسية للنمو اللي من الموجود من المفروض، وأنه أحد اللي بالي متاعها هو الاستثمار، ولا عملناها بالاستهلاك وبها التضخم الموجود؟ لا لا، فما تحسن زاد في الاستثمار، تحسن في الاستثمار، فما مشاريع جديدة، فما تحسن في الاستثمار، وفما لكن المشكل نعيبا على الحكومة اللي ما تتكلمش. حكومة بكوشة بالحق، معناتها اليوم الحكومة مش قاعدة تتكلم. أنا هناك لكن كي يقولوا نسبة 3% يلزم الناس تخرج وتفسر للشعب التونسي ويقولوا راهو إذا كان فما تحسن اقتصادي ما يلمسوش الشعب إلا باش يكون عنده تأثيرات إلا بعد مدة. علاش ما تتكلمش الحكومة؟ ما نعرفش أنا بدي لليوم. إذا كان أنا عندي سؤال، إذا كان الحكومة اليوم عندها من الإنجازات ومن الحجج والبراهين اللي تقارع بها ربما معارضيها ولا صحفيين من خلال الأرقام ولا المحللين السياسيين، علاش ما تخرجش؟ أنا أقول لك مثال المصادقة على القانون الأخير، مشروع القانون اللي قدمته الحكومة، التصريح بالمكاسب والإثراء الغير مشروع اللي يعرفوه التوانسة من أين لك هذا. اليوم كملت الحكومة صادقة على ترسانة من المشاريع لمقاومة الفساد، من أهم الإصلاحات عندي المشاريع اليوم التشريعات في تونس اللي توجدت وتقدمت وصدق عليها مجلس النواب الشعب وقدمتها الحكومة حول مقاومة الفساد، اليوم مشاريع كبيرة برشا وقوانين كبيرة برشا، شلون تخرج القوانين الأساسية باش اليوم تطبق؟ لازم تطبق الأوامر التطبيقية، وأكيد اليوم التشريع موجود، اللي ما كانش موجود فما خطوة، اللي اليوم التشريعات كل توجدت ما كانتش عنا تشريعات مقاومة الفساد في تونس، وهذه خلينا نقولوا حقيقة ما كانش عنا تشريعات. اليوم فما سلطة قضائية عليها أن تتحمل المسؤولية، والحكومة تستكمل الأوامر التطبيقية، لكن خطوة إيجابية جدا. اليوم مرينا حتى حد يدافع عليها، والناس كسرت لنا روسنا، معناتها فما من دورهم معارضين او شخصيات وطنيه او الفساد. الحكومه هذه كتله ديمقراطيه ماهيش معارضه، لا الكتله الوطنيه، الكتله الوطنيه مع المسانده النقديه، الكتله الوطنيه موقفها من الاول واضح. وقت اللي يقولوا فما خلل، انا قلنا حكومه بكوش، فما خلل اتصالي عند الحكومه، ما نسكتوش ما ندافعوش، فما خلل اتصالي عند الحكومه. وقت اللي يقولوا فما انجازات، منها هل قوانين مقاومة الفساد، لأنك أنت مش قاوم فساد بالإيقافات هكا التعسفية ولا قانون سبعة ولا قانون طوارئ. اليوم كي جينا باش نحاربوا الفساد ما لقينا حتى ترسانة تشريعية إلا ما رجعنا قانون اللي عمله الزعيم الحبيب بورقيب. لكن سمحني، لكن الترسانة التشريعية اليوم توضعت. سامحني وليد خطف التشريع باش نتفاعل معك. الحقيقه رينا ترسانة ولا انت كما سميتها تشريعات مقاومة الفساد، لكن رينا في المقابل ثم قوانين ومشاريع قوانية تم المصادقة عليها، في المقابل رينا تمدد للفساد، والفساد ماشي ويتمدد معناتها ويعم كل القطاعات حتى القطاعات اللي ما كانش موجود فيها في السابق. يعني المشكلة ليست مشكلة تشريعات، واحد مشكلة إرادة سياسية ومشكلة مقاربة لمقاومة الفساد، وليست توظيف سياسي كما يذهب إليه البعض. واحد اثنين، عنا قوانين قبيلة قديمة بل حتى ثورة كان كافية وشافية، وهناك من يقول مش أنا مختصين في القانون أنه كافية وشافية لمقاومة الفساد. إذن يبدو أنه المشكلة مش قوانين، أي المشكلة مش قانوني. لا صديقي أنا من وفقك سي منظر، لا مش أنا لا في 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 دولة ديمقراطية اللي بين فما عنا ضعف كبير، والناس كل لاحظوا، رؤساء الحكومات السابقة الكل لاحظوا. اليوم يقول لك تصريح على شرف، إذا كان شخصية كبيرة ولا مسؤولية، مسؤول سياسي، لا حتى كان إلزامي في بالك اللي معناتها ما يستعملوا حد، لأنك تصرح اليوم عندك 100 مليون في القوانين القديمة، غدوة تخرج تصرح عندك 100 مليار ما يقلقك حد، قلقك كان بن علي كان الرأي، لأنه حتى حد ما عنده حق يطلع على التصريح هذاك كان رئيس الدولة وتحفظ ما يقلقك حد. اليوم عنا مشكل كبير، اليوم تقول لي النظام ديمقراطي، إيش معناتها نظام ديمقراطي؟ كل مؤسسة تصرفوا هذا، معناتها تتصرف باستقلالية. اليوم عندنا سلطة قضائية، عندنا مشكل في السلطة القضائية، خلينا نقولوه مش المشكلة فقط مش في السلطة التنفيذية، فما مشكل في السلطة القضائية كيف معناتها قاعدين في الاستقلال القضائي، تجربة جديدة قاعدين نعيشوا فيها، بالتالي عندنا مشكلة. يقول لك ما عندناش إمكانيات السادة القضاة، يقول لك كان القطب المالي اليوم شيء حشم سخوفات باش تتيح عليهم، ما عندناش من قاضي، والقاضي يلزم يكتب المحاضر بيديه، ما عندهمش الإمكانيات، ما عندناش حتى التكوين. ما احنا جدد في مقاومة الفساد، عندنا قطب قضايا ما عملناش حتى فورماسيون للقضاة. صحيح إيمان، كلامك كله صحيح، لكن اليوم قاعدين نعيشوا في تجربة جديدة، راهي تجربة قاعدين نعيشوا فيها 7 سنوات.
معناتها باش الانتقال الديمقراطي باش تصبح معناتها المؤسسات كل تشتغل معناتها بقدره كبيره وباراده. تقول لي الحكومه كيفاش ترجم ارادتها سيمون؟ ما تنجم ترجم ارادتها في دوله ديمقراطيه الا عبر سن تشريعات، لانك اليوم الحكومه عندها الحكومه سلطه تنفيذيه. لا سامحني، لا تترجم ارادتها كيفاش؟ سامحني كيفاش؟ لا تطبيق القانون، وعلى سامحني تطبيق القانون وعلى الجميع وبدون تهرب من 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 العداله ومن القانون. ثم مثلا وانت نايب ونقولها لك قدامك نواب، طلع المسؤول في وزاره العدل سي صليتي وقال امام الملأ انه ثم نواب حابين حولهم يرفعوا الحصانه، تمسكوا بالحصانه، تمسكوا به. انتم كبرلمان وقفحت الفساد هذه، سامحني يا ايمان، انتم كبرلمان سامحني اكثر من هكا شنو؟ وين الاراده السياسيه؟ وهذا النواب سامحني، وهذا النواب الراهب في الشاهد اليوم. تري بيان خي، انتقال يا مخي، ماهيش باش نعملوا عاد، وين ما باش شدوها يا حبيبي؟ شنو النواب باش معناتها؟ لا هذه إيحاء ما نجمش تقبل. قولي تقولي نواب، لا 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 كأنه شنو ساعة مش إيحاء هذاك؟ لا لا لا، هذا كلام قالوا قيادي في نداء تونس البارح بحذانا خالد شوكيت، تحدث وقت اللي سألته على الانقسامات داخل النداء وتحديدا على بعض النواب اللي من نداء مشاو ليوسف الشاهد. قال وانه هالناس هذوما كان يتبع فيهم ربما يوسف الشاهد وعندهم الشبهات، راه والمتهم بريحه تثبت ايدين، راه الشبهه ماهيش تهم معناها تنجم بعض القضاء يبرر، وراه باش تقول لي ايحاءات وما ايحاءات، لا فما شبهه فساد تبعته. قال هو عملوا مقايضه نازل لهم على الملاحقه فالتحقوا بيه. سامحني معناتها خالد شوكيت يقول اللي فما، خلنا نحكي بصراحه، اللي رئيس كتله نداء تونس او اعضاء في كتله نداء تونس عندهم شبهات فساد، واش قاعد يعمل هو كقيادي؟ واش قاعدين يعملوا في حزب؟ هذا اش قلنا له؟ اسمع يا ولي، ما يهمنيش يقول، ما يهمنيش اش يقول، معناتها هذا عبث سياسي انا اعتقد، لانه اليوم كل شيء حتى الناس اللي تحب تنحي يوسف الشاهد تقول لك نحب نحي يوسف، ما هو ذاك مشكلتنا احنا. علاش كتله وطنيه خرجنا البيان هذا؟ لانه قلنا لهم تحبوا تنحيوا الشاهد نحيوا الشاهد، ما عندناش مشكل، احنا تونس قبل الناس كل، قبل الناس كل. علاش اليوم يتم اختصار الازمه يا سيدي؟ البلاد غارقه صحي وربي يعلم باه يا سيدي، صحيت ايمان باش نقول لك، خليني نقول لك احنا اش قلنا لهم كتله وطنيه وعربنا المؤسسات كل، قلنا لهم اعطيونا اذا كان مش خرجنا مش تنحي يوسف الشاهد باش خرجنا من الازمه الاقتصاديه والازمه الماليه اليوم تو نحيو، اما قولوا لنا كيفاش، اعطيونا خريطه الطريق. ما تعطيوناش الاسم يا سيدي، هما اليوم لليوم الناس هذه اللي تحب تنحي يوسف الشاهد ما عندهاش، ماهيش متفقه حتى حول اسم. شنو تحبوا نلعبوا بالبلاد نعيشوها في فراغ؟ شو البلاد في وضعيه كيما هكا تحبوا نعيشوها في فراغ؟ والله انا لو كنت مكان يوسف الشاهد هذا الراي يلزمني اخويا، ما دام البلاد الناس تحكي وتنظر على انه بمجرد تنحيته هو البلاد مش سويسرا، والله هو بيدو قال لهم لا قال لهم لا ايمان يا ايمان يا ايمان يا ايمان لا يا ايمان قال لهم سامحني، لانه اليوم ما عادش عندنا مسؤولين يعرفوا. اذا كان تعرف انت شنو هي مشكله البلاد وشنو هي الازمه والتزامات مع مؤسسات دوليه والتزامات تزيد القروض والتزامات وتعهدات، ماهيش لعبه رغم تحمل مسؤوليه. ما انا اليوم رئيس الجمهوريه يستقيل ورئيس الحكومه يستقيل ورئيس البرلمان يستقيل، معناها والجلاد يوسف الشاهد اليوم اكثر مسؤوليه من الناس التي لا سامحني، معناتها اليوم بعض الفقاقيع كي تتكلم ولا تتكلم والا معناتها عندها مصالح ذاتيه ولا لوبيات، تو احنا نحبوا نقاوموا الفساد، واذا كان فما لوبيات تحب تفرض على رئيس الحكومه كونه يتنحى يلزمه يتنحى، يلزمه يقدم استقالته ويستجيب ليهم ويستجيب للضغوطات بغض فما مصلحه. الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب باقاله رئيس الحكومه راسا، يا الاتحاد العام التونسي للشغل نتفاهم، لوبي لوتيكا لوبي، لا 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 اسمعني، بالنسبه لموقف لوتيكا موقف مشرف جدا، وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل انا نعتقد لي موقف مشرف جدا، والاتحاد العام التونسي للشغل حتى كيقول تحب نحي رئيس الحكومه عنده برنامج واضح ويقدم، لكن هل الاحزاب هذه اللي تحب تنحي او جزء من الاحزاب اللي تحب تنحي يوسف الشاهد ناقشنا معاها راهو ايمان، قلنا له وناقشنا مع الكتل، اعطيونا برنامج اعطيونا خريطه الطريق، عندهم 63 نقطه بتاع ثقه كرمال يعني تضحك، جيب خبراء تحب نصيحه ليك ايمان ونصيحه، لا طلع جيب الخبراء وقول لهم اعطيوني رايكم في 63 نقطه. والله احنا تدخل معنا اسمعني الخبراء. لا اسمعني النصيحه به النصيحه من الدين اما شو نقول لك تلما والله ورس خويا نحكي معك والناس اللي يسمعوا فيه، انا ما نعرفش في الاقتصاد فيش دبين تاني ما نعرفش نقرا، اما تو في السبع شهور اللي خدمت هنا في الراديو تلما جبنا خبراء وليت اكسبير انا في الاقتصاد، ونقول لك اي ونقول لك اي الاصلاحات واي ما ادري شنو. ليه المشكله مش في هذا؟ هل
ما ثمش اراده سياسيه، ما ثمش فولونتي بوليتيك. اليوم الذي اربك البلاد والعباد سي وليد، وانت تتفق معايا نصور، لان انا اعرف عندك رجحت عقل، هو الصراع المدمر حول السلطه الذي يبدو انه الاسلحه كلها يا ايمان اصبحت جاهزه فيه، معناتها ما عادش اليوم والصراع على قارعه الطريق وامام الملأ، ومش لم يعد خافيا على حد. خليني اقول لك منذر، خليني اقول هذا مش مربك ولا كيفاش تحب يا سي وليد، كيفاش تحب سامحني نقول لك، كيفاش تحب مستثمر يستثمر، كيفاش تحب مواطن يرتاح. منذر كان عيط لي باش نسمعك، انا اسمعك، انا عيط لي باش تسمعني شويه. تفضل. اليوم جل الخبراء في تونس يعرفوا خريطة الطريق، مش في تونس، في العالم. تونس يلزمها كتلة الأجور، الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، كلمة الإصلاحات هذه الكل الناس كل تحكي عليها، لكن واضحة اليوم عندنا أزمة في المالية العمومية. يلزمنا خلف بسطها للشعب التونسي، اليوم عبارة أن الاقتصاد الوطني عبارة عندك كميونة باش تنجم تهز حمولة معينة، عندها حمولة ثلاثة في ثلاثة أو في أربعة، ما تنجمش تحرك البلاد إلا فما كتلة، فما مشكل في كتلة الأجور، فما مشكل في الصناديق الاجتماعية. اليوم وين هل بالإرادة السياسية فقط؟ سيدي الرئيس، هل بالإرادة السياسية فقط؟ اليوم تحب ولا تكره عندك شركاء اجتماعيين وفما مشكل، فما مشكل كبير، لأنه والمواطن من ناحية أخرى تعب. بالتالي الإصلاحات، كي يقولوا إصلاحات رأي إصلاحات بشكون موجعة للطبقات الشعبية في تونس، بشكون موجعة. بالتالي وضعية المؤسسات العمومية رأي هذه نحكيه على مشاكل عندها عشرات السنين، مش 7 سنين فقط، ترى خلينا نوضحوا زاد التوان. مشكل الصناديق الاجتماعيه كان ما تروح من 2009. عملت لي ترانزيسيون للسؤال يا وليد، هالمشاكل هذه قديمه ومش جديده، علاش الحكومه الحاليه مشاكل قديمه؟ لانه ضعفت الدوله وقت اللي تمثل، لانه في الانتقال الديمقراطي وبعد الثوره ضعفت الدوله ضعف كبير برشا. خلينا نحكيه على 2014، نحكيه على شرعيه صندوق، ونحكيه على المنتخب. اش كان من الاجدر الاصلاحات الاقتصاديه تتعمل في اقوى ديمقراطيات في العالم في بدايه الحكم، شكون شدهم؟ صحيح، فما مشكل كبير، هذا سؤال، فما مشكل كبير. اليوم صار تاخير حول الاصلاحات، تاخير كان من الاجدر، انا خلينا اقول لك موقفي بصراحه، كان من الاجدر الذهاب في الاصلاحات مباشره بعد الانتخابات. علاش هذا ما صارش؟ هذا السؤال، ما صارش، هذا ما صارش، لانه بالتوافق هات البرامج الاقتصاديه. مش نلوم في سي حبيب السيد والحكومه سي حبيب السيد، بالعكس عمل مجهود كبير سي حبيب السيد، لانه كنا مجبورين بالتوافق. خلينا من حبيب السيد، سياسه التوافق، خلينا من حبيب السيد، لانه حكومتي في الشهد جيت وتحدثت مع انسلب اجتماعيه وعلى دعم، والمنظمه الشغيله والاتحاد يوسف الشهد عامه 8 اشهر ولا عامه 9 اشهر يخدم باريحيه كبرى بحزام سياسي كبير، وهو ما قاله رئيس الجمهوريه البارح في الخطاب ولا في الكلمه ولا في الحوار ولا في شنو اللي يتسمى. هذا ما قالوا، قال وفرنا حزام سياسي مهم تحت البرلمان، يوسف الشهيد خدم بأريحية وبأغلبية مطلقة أكثر حكومة خذتها بدعم كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا فما إضرابات ولا فما حتى شيء، حتى بعض التحركات الاحتجاجية الموجودة. لا ماهيش معايا، خلاص نسبة الإضرابات ماهيش، لا سامحني وليد، ماهيش معايا كلام على التعليم في الصحة في التعليم عشوائية يا وليد، أي ما تقصد مش ممنهجة ومشلة للبلاد، مش إيمان، مش الإضرابات اللي عملت في الترويكا مثلا، لا نتحدث على، أنت تقولي في التعليم فما نسبة إضرابات أكثر حتى يا سي وليد، وقت اللي النقابات تحركت وحبت تنحي وزير التربية يوسف الشهد نحاها. إيه؟ كان جاي يحب على الإصلاحات في قطاع التربية، راهو كان تمسك بنجي جلول وشاف أنه ماشي في قطاع الإصلاحات. سامحني، مش تمسك بنجي جلول معناتها تمسك بالإصلاحات، سامحني زاد إيه؟ ماهوش لا 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 لا، خليني خليني اونتروتر، كان عنده الحق، كان عنده برنامج. لا هاو اليوم البرنامج اللي عمله سي ناجي جلول هاو قاعد اليوم سي حاتم بن سالم والنقابات والاطارات الوزاره قالوا ترجع. معناتها حبيت نقول لك الاصلاحات مش مربوطه بالاشخاص، الاصلاحات مربوطه بالسياسات. نحكي على السلم الاجتماعي في اطار انه الحكومه كانت اللي يقولها الاتحاد، قول الله يبارك، لانه ما مشاوش في اصلاحات، لانه وقتاش صار الكلاش بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين يوسف الشاهد وبين عديد الاطراف الاجتماعي، وقت اللي قال انا اليوم يلزمني نمشي في الاصلاحات، ما عادش يلزمني نوخر موضوع المؤسسات العموميه، ما عادش يلزمني نوخر في كتله الاجور. اليوم فما مشكل كبير ما في 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 القوانين، تسريح الموظفين اليوم زاد راهو، لانه سياسه التوافق هذه اللي حكيتك عليها، انا مش توافق فقط بين النهضه والنداء، الديمقراطيه التوافقيه الجديده اللي طرحت لنا في البلاد، ما فماش تحمل مسؤوليه ولا يلزم، فما تنازلات كل طرف يقدم تنازل، التنازل على حساب شكون؟ على حساب الدوله، على حساب الشعب. راهو حتى التوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والتوافق مع المنظمات الاجتماعيه، ونتوافق مع المسار، ونتوافق مع هذه السياسه التوافقيه والديمقراطيه التوافقيه، ما خدمتش شلل الاقتصاد. مش نحكي الانتقال الديمقراطي، رد بالك،
الانتقال الديمقراطي يلزمنا نحافظ عليه في تونس، والديمقراطية والحريات مكسب حتى كان فشل الطبقة السياسية هذه، كونه تحول هالانتقال الديمقراطي المكسب اقتصادي توجي يتوانسة نحافظوا على الحريات ونحافظوا على الديمقراطية، تو تخلق جيل غدوة سياسي قادر كونه يهز البلاد هذه، لكن لازمنا نحافظوا على المكاسب. اليوم قدموا كونه الانتقال الديمقراطي كونه معناتها كلمه الانتقال الديمقراطي مربوطه بالفشل الاقتصادي، هذا مش صحيح. خلينا نقدموا في الحوار يا وليد. معناها انا سؤالي لك، طيب انت من قراءتك تقول انه التوافق الواسع هذا، ولا نتحدث عن توافق ميدان الديمقراطيه التوافقيه؟ الديمقراطيه ما خدمتش على الاقل اقتصاديا المرحله، من اسباب فشل الاقتصاد، لانه الاصلاحات محتاجه الجرأة، محتاجه لتحمل المسؤوليه. اليوم حتى حد ما يحب يتحمل معاك مسؤوليه الاصلاحات، يعني الاحزاب السياسيه اليوم، الاحزاب السياسيه بيدها تطلب من يوسف الشاهد، هاي تطلب منه فضل قوم بنا باصلاحات وما ترشحش وما كذا، معناتها بعمليه الابتزاز ما فماش اليوم القانون الانتخابي. مهدي جمعه اش بيكون قلت له؟ لا 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 مهدي جمعه، مهدي جمعه في اطار، لا 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 مهدي جمعه جاء في اطار من الاول، من اللي جاء رئيس حكومه وفما تعهد صار في الحوار الوطني، وهو ما معطاه رئاسة الحكومة إلا ما تفرض كونه ما يترشحش، وانتقال ديمقراطي وتكنوكرات وحكومة تكنوكرات، لأنه ما عندناش انتخابات قبل وكذا، فما مشكل كبير وثلاث سنين صار، والمشاكل الكبيرة اللي صارت ماهيش نفس ظروف مهدي جمعة اليوم، ظرف يوسف الشاهد. لكن اليوم عدم تحمل مسؤولية معك، اليوم تعرف شنو الأحزاب السياسية داخلة في الربح خارجة من الخسارة، وقت اللي فما مشكل اجتماعي، اليوم أنا نشوف وقت اللي فما مشكل اجتماعي في أي منطقة في الجمهورية التونسية، ما راوش الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها. وقت اللي شفنا مشكل في الكامور ما رينا كان تنديد، لا راو حتى الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها وتهربت مسؤوليتها وبعثت الاتحاد يفاوض في الكامور. شوش قلت لك أنا، شوش قلت لك اليوم وقت اللي تصير احتجاجات كبيرة الناس كلها تهرب من مسؤوليتها، بل بالعكس في قرقنا رينا بيانات من أحزاب في الحكم نهضة والنداء، وخلينا غير منلومش على المعارضة، لأنه ذاك دور هالمعارض، كي تقراها ساعات تقول هذه أحزاب معارضة لحساب حكم، معناتها تقعد باهت، معناتها كي تسمع اليوم أحزاب نهضة والنداء نحكي أساسا كيفاش يتعاملوا بمنطق شعبوي، يتعاملوا بمنطق يلوجوا في شعبيتهم ويلقوا حقهم كونوا الأحزاب باش يخموا في انتخابات القادمة. لكن اليوم الدولة محتاجة تو قبل الانتخابات القادمة. يا وليد سامحني هنا قصيت عليك، لان الفكره وسط اما بربي تحب تفسر لي اللي فهمت انا بربي وعاوني ايمان انه فشل الحكومه راجع لغياب الحزام السياسي فقط. سامحني خلينا نفسر لك. لا ما قلتش هذا، انا ما عرفتش منين استنتج. انا قلت الديمقراطيه التوافقيه، قلت الديمقراطيه التوافقيه سبب لانه الاحزاب السياسيه ما حبت تحمل مسؤوليتها. يا وليد لانه انا رئيس حكومه ننفذ في سياسه شكون؟ ننفذ في برامج شكون؟ انا صوتت لي الاحزاب، انا جاي رئيس حكومه ننفذ في برامج شكون؟ مو مطالب برنامج. يا وليد شو نقول لك حاجه؟ الحكومه مش حكومه تكنوقراط، راهي حكومه سياسيه بامتياز. انا نعاود ونكرر، يوسف الشاهد وحكومته ما ثماش حكومه بعد ثوره لقت حزام ولقت اريحيه ولقت كونفور، نقول لك كلمه كونفور للاشتغال قد ما جه يوسف الشاهد. مو صحيح. خلينا نكمل نقول لك. مو صحيح، مانيش موافق. أنا عايش في البرلمان، راني عايش في تونس أنا، وانت ماهوش صحيح. ظهر لي ما نجي في تونس، ماهوش لأنه لا أنت في تونس. ابتزاز يا وليد، ما في الآخر قوانين تتعدى، قوانين الحكومة تتعدى. يعني في قوانين المالية، قانون أنت شوف قوانين المالية. ما هو تعدى بالآخر ولا؟ يا أخي قوانين المالية كل تعدات. حتى حكومة حبيب السيد تعدات قوانين المالية كل. فما تشويش على عمل الحكومة. نعطيك حاجة، كيفاش تقول لي فما برياحية وقت اللي مشروع قانون مالية يدخل مشروع يخرج حاجة أخرى، صار مع حبيب السيد وصار مع حكومة يوسف الشاهد. يخرج مشروع تعرف معناتها اصلاحات جبائيه، نحكي على يوسف الشاهد في علاقه بالمحامين وفي علاقه بقانون ماليه يدخل، ما قالوش يوسف الشاهد شو ما خرجش وقال انا نحب الاصلاحات الكتل البرلمانيه. وليد اسمعني حق وحذر، راهي الحكومه سامحني وكنت انا قلت لك مشكل اتصالي، تقول لي كل شيء، نقول لك قول لي شبيه ما قالوش. انا نقول لك واقريت اللي فما مشكل اتصالي كبير. يا ودي يا ايمان، الارقام مش مشكل اقتصادي، الارقام الاقتصاديه. يا وليد يا وليد اسمع، وليد فشل اقتصادي يا وليد، حتى نكون حتى نكونوا ايجابيين اكثر شوي شوي. انا نقول فما زوج حاجات اتفق فيهم معاك وما نقشكش، فما فشل اقتصادي، النتيجة المحصول اليوم فشل اقتصادي في خاصة في المالية العمومية، فما فشل وفما نقص اتصالي وحكومة فاشلة اتصاليا، هذا ما يناقش فيه حتى حد، لكن احنا نناقشوا في الأسباب. اليوم قلت لك أنا مشاريع قوانين المالية اللي كل ما تقدمهم الحكومة للبرلمان
شوف السر فيهم. انا عندي سؤال بسيط وشوف التحليف منهم جيوش البرلمان. يا وليد خلينا نتفاعلوا. انا عندي سؤال بسيط، هل انه الاصلاحات اللي ما تعملتش في ظل مناخ سليم اجتماعيا وسياسيا وغيره قادرة انها تتعمل اليوم وقت اللي الناس كلها استديها والناس الكل باش تمشي للمعارضة والناس الكل باش تولي برقية الاضرابات؟ هذا سؤال. ماهيش قادر سمعك. لا اي وبالتالي لا اليوم غير قادرين. علاش الرشاد ما كانتش عنده الجرأة وانه الى نطام الاصلاحات الكبرى هذيا في الديبيو نتاع الموندا نتاعو ويتحمل مسؤوليته؟ تحدثت عن الجرأة يا وليد. هي هو يوسف الشاهد جاء مي موندا ساعة. اولا يوسف الشاهد جاء وسط الموندا. اثنين انا قلت لك قانون المالية 2018 كانت فيها عديد الاصلاحات رغم اللي فما خطوة لكن تحذفت في البرلمان تناقشت في اللجان وتحذفت لانه حتى حد ما حاب يتحمل المسؤوليه. كذلك حتى سي الحبيب السيدر باش نكون باش ما نكونش كذلك كان في مشاريع القوانين الماليه اللي يتقدم بها في سي الحبيب السيد وين تصير التوافقات؟ الكارثه الكبرى هي لجنه التوافقات. تعرف شمعنى التوافقات ايمان؟ خليني اقول لك لجنه التوافقات عندنا اقوى لجنه في البرلمان اسمها لجنه التوافقات. راهي لجنه ماهيش قانونيه لكن تصير تنازلات تخرج حاجات مشوهه. انت معناتها التوافقات تقدم تنازل، تنازل في قوانين اقتصاديه وفي اصلاحات اقتصاديه تنازل على حساب شنو؟ اش معناتها تنازل تنازلات؟ انا نتحمل مسؤوليتي انا حكومه او حزب انا في الحكم اليوم او زوز احزاب عندنا برامج نتحملوا فيه مسؤوليتنا نقدموه وبعد خمس سنين تنشوفوا النتيجه. اليوم هذه ما صارتش. هذا ما صارش في تونس. باهي منظر باهي. نتفق معك سيدي قطعا باش ما ندخلش في الجدل الكبير انه هذا حصل منه وكلامك صحيح. نقول لك حاجه لكن هذا لا ينفي انه النتيجه اللي وصلنا لها وحاله الفشل اللي جه جزء سيدي اتفقنا اللي قلته انت، ثم جزء اخر يخص الحكومه، ثم ضعف داخلي في عمل الحكومه في طريقه تسيير الحكومه من طرف رئيس الحكومه ومن طرف الفريق سواء الفريق اللي ضيق اللي حوله أو الفريق تاع الحكومة كل، الحكومة هذه متفكة، ينقصها التضامن، علاقتها تحشها جزر، معناتها مش حكومة واحدة، برشا حكومات، معناتها ما ثماش وحدة وتضامن حكومي، وما ثماش بون أنيماتور للعمل الحكومي. أنت قريتوا البيان نتاعنا تقريبا سي موسى. سمعتي شقلت لك أنا؟ أنت سمعتي أنا قريت البيان نتاعنا تقريبا في النقطة الثانية إيمان، مطالبة رئيس الحكومة بالتعجيل بإجراء تحويل وزاري لتجاوز مكانة الضعف في أداء فريقي وضخ دماء جديدة تمكن من تعزيز الجدوى السياسيه والرفع من ادائه ومراجعه التعيينات في المؤسسات لتكريس مبدا الحياد والكفاءه. عنده 8 سنين والضعف هذا عنده، علاش استغفر الله سامحني عمين سامحني معناتها المشكل اليوم لانه حتى في تركيبه الحكومات هل يوسف الشاهد راضي ولا قبل بالوزراء الكل نتاعه؟ مفصل فما 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 وزراء فما وزراء تفرضهم الاحزاب الجرأة وما عندوش جرأة فما لا فما وزراء لا هو قبل لانه كيك يا اخي قبل في اطار توازنات سمحني في اطار توافقات اليوم 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 كيف كيف دونك يتحمل النتيجه يا اخي شكون قال اللي ما يلزم اليوم فشل يا اخي الفشل اللي قاعدين نتحملوه لازم نتحملوه الناس الكل صحيح تحملوا رئيس الجمهوريه تحملوا رئيس الحكومه وتتحملوا ويتحملوا البرلمان وتحملوا الاحزاب السياسيه حتى حد ما هارب من المسؤوليه هذه، واليوم مش ازمه البلاد الكبيره كل واحد يرمي في الكره لغيره. خلينا نقدموا اليوم المخرج ديما انا نقول باه يا سيدي لو كونستا اللي لا والارقام تحكي على روحها والجدل الكبير، اليوم قاعدين نشوفوا في الازمه ماشيه تتعمق ما فماش خروج من الازمه، خرج رئيس الحكومه في التلفزه العموميه هاك شفتوا معناها كيفاش شخص المساله ولا يحكي لحظ قائد السبسي، عمل الباجي قائد السبسي حوار في احدى القنوات التلفزيه وزاد ربما عمق الازمه بانه مره اخرى يوسف الشاهد ما عنده كان لا يمشي يقدم استقالته ولا يمشي البرلمان يطلب مطلب اعاده ثقه. اليوم نشوفوا في نداء تونس تفلق على 20 طلف، نشوفوا في رضا بالحاج رجع، ونشوفوا في بيان خرج وسفيان توبيل راهو اسناد الهياكل لطرف اخر وغير وخرج خروج بيان غير ممضي. شو اللي قاعد صاير اليوم؟ قعباجي خليني اقول لك في كلمه عاميه اللي قاعد صاير هذاك علاش احنا في الكتله الوطنيه كونه شفنا الموقف اللي نجم الناس تلتف حول هو الابقاء على رئيس الحكومه وتعديل وزاري ناجع في اماكن الضعف في اللي ما مشاتش في الحكومه. موقف حركه النهضه معناها اسهل موقف عديد 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 النواب موقف من موقف حركه النهضه كذلك عديد مواقف النواب تاع الكتل الاخرى فيهم الكتله الوطنيه فما من مشروع تونس فما من كتله نداء تونس عديد النواب وشفنا مواقفهم. هذا لانه اليوم نخافوا على البلاد من فراغ لانه الناس اللي ما تحبش ناحيه يوسف شاد حول البرنامج قلنا احنا كتله وطنيه علاش خرجنا البيان مخر
نهار 17 جويليا عطينا موقف رسمي من الحكومه. تعرف علاش؟ لانه ناقشوا قاعدين ناقشوا من الاطراف اللي طالب برحيل يوسف شاهد، اعطيونا خريطه الطريق كيفاش باش نخرجوا، اعطيونا البديل، مش الشخص ما يهمنيش الشخص، اعطيني البرنامج. ولا واحد عنده برنامج تحب نحي يوسف شاهد. ولات المشكله اليوم مساله ذاتيه، مساله شخصيه، واحنا نحبوا نرتقي واليوم مش معقول. بلادنا في ازمه كبيره، علاقه التاخير في اخراج البيان هذا وتقول لي نقاشات رانا ايمان ماناش متمسكين، ماناش متمسكين بيوسف الشاهد. معناتها يوسف تونس خلقت عديد، خلقت شخصيات ورجال كبار وكفاء وقادره، كونه تجيب يوسف الشاهد ولا غيره. لكن اليوم قاعد نلاحظوا اللي في الازمه يوسف الشاهد هو الحل الانسب في رئاسة الحكومة، لأنه ما فما حتى برنامج. أستاذ على الأقل عنده برنامج، على الأقل عنده رؤية للقدام. ما رينيش في قانون المالية تتجسد في اليوم، لا تتجسد في قانون المالية الخدمة والرؤية نشوفوها نتائج، النتائج ظاهرة بتاع الخدمة والرؤية. سي وليد هكا وليد نسرى ويولوا يعملوا حاجة أخرى. ما انت كيفاش الناس اللي يسمعوا فيك وتقول الرئيس الحكومة عنده رؤية وعنده برنامج؟ أكيد كيكون عنده قانون المالية عنده برنامج. وقال يا اخي رئيس الحكومه ما قالش 2018 اصعب سنوات بشكون؟ شو عمل بيه قانون المالية؟ عدى كما حب هو مشروع الحكومه. يا اخي ماكش عنده عصا سحريه رئيس الحكومه. يا اخي انت ماكش تتصور في عامين الاصلاحات تكون عندها ثمره. سيدي مشينا اليوم تحسن الوضع الاقتصادي، وقتاش باش ينعكس على الشعب؟ يا اخي يا اخي عطريه هي، يا اخي سامحني الدوله هي عطريه؟ ما فما اصلاحات تتحول التشريعات، واليوم فما على الاقل شيء ما بديناش الاصلاحات، نتحدث على اصلاحات اصلاحات وما بديناش الاصلاحات. فما اخفاق لكن زاد ما نغطيوش عين الشمس بالغرب. فما حاجات ايجابيه لتحفيز الاقتصاد، فما وباش تشوف انعكاساتها. ورئيس الحكومه ما قال سنه 2018 راهو الناس كل باش نخرجوا من الازمه. فما مستثمرين، قال اسعد فما مستثمرين وفما استثمارات، فما حجم من الاستثمارات. لا نسبه البطاله اللي ماشيه وتزيد وما لا شنو هي؟ لا نسبه البطاله مش ماشيه وتزيد. كونستانت قاعده. لا كونستانت ماهيش ماشيه وتزيد. خدمه فماش خارجين. ماهيش ماشيه وتزيد. وعندك سوق اليوم، سوق ليبيا اللي كانت سوق معناتها سوق كبيره باش تحسن الانتاج وتحسن الاستثمار، اليوم مسكره. اليوم عندك دوله تعيش في دوله تعيش في حرب بحذاك، مش اليوم برك، مش عندها عامين، عندها مده. والحكومه لكن ما عملت حتى شيء باش تتدخل لكن في تلقى الحل لليبيا. ماهيش فلسه، خلينا نقولوا راهو زاد ما بيعوش الاحلام للتوانسه. ماهيش فلسه اليوم، شكون اللي باش يجيب ينزل على فلسه غدوه باش يحسن الاوضاع الاقتصاديه؟ شكون هذا؟ هالجن هذا خلينا نجيبوه. مش نحكيو على فلسفة. لا من فما سامحني فما طريق صحيحة نشوفوها اليوم طريق اليوم طريق اليوم بالنسبة للميزانية، بالنسبة للتحكم في كتلة الأجور، فما تحكم في كتلة الأجور اليوم. أنا قلت كتلة الأجور رجعت 12.2%. تحكي على في الوضع الاقتصادي مالي عمومي بركة، هو موافق الاتحاد على مفاوضات اجتماعية وزيادة في الأجور، علاش ما كانتش عنده جرأة يوسف الشاهد باش أنا يقول ما عنديش فلوس باش وشكون يزيد. وشكون اليوم هل لأنه خاف من الاتحاد. خليني أقول لك، هل تتحمل تونس أزمة اجتماعية؟ إي فوالا شفت كيفاه. سامحني اليوم إذا كان اليوم أنا باش أقول كلمة. قاعدين الناس كل اللي تنقد في رئيس الجمهورية حقهم اليوم ينقدوا رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية قبل نقد، أما خط احمر كونه نطيحوا من كرامه رئيس الجمهوريه، لانه كرامه رئيس الجمهوريه نعتبرها من كرامه. سيدنا رئيس الجمهوريه لا لا لا, لا 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 هني جايك علاش؟ لا لا نحكي لك على رئيس الحكومه، نزلنا في جو رئيس الجمهوريه. انا باش نقول لك علاش جيتك رئيس الجمهوريه. نعطيك سادي بونت على من ناجي. لانه اليوم البلاد رغم اللي في وضع خايبه برشا، في وضع خايب برشا، اما كانت البلاد تمشي الحرب اهليه. ولك علاش جبت لك رئيس الجمهوريه؟ كانت البلاد في 2013 و2012 كانت تمشي الحرب اهليه ايمان، وكلنا كنا على شفاه حرب اهليه. اليوم اذا كان الجراه باش توقف لي الاقتصاد البلاد، واذا كان الجراه باش توقف مؤسسات الدوله وتولي جرافات بارتو، ما حشيش بها. ما يمشي يجيب الفلوس. سامحني ما حشيش بها. ما يمشي يجيب الفلوس. نلقاو حل. هاني قلت لك اذا كان الجراه اليوم، اذا كان الجراه باش توقف لي البلاد وباش تعمل لي اضراب عام، معناتها وقداش بلاد مسكره وكياسات مسكره وناس في الديار وفما وانت عندك تقاوم في الارهاب، ما حشيش بها. يعني اليوم نشري السلم الاجتماعي. هذا هو اليوم شرينا السلم الاجتماعي ايمان. هذا هو الوضع. هو عملناه 8 سنين وما نجحناش فيه. ايش نعملوا تو؟ اسمعني لا اليوم اذا كان انت ترفض الجلوس مع الاتحاد في الازمه هذه، هل باش تعمق الازمه؟ نشوفوا احنا الكلفه نتاع يوم اضراب عام في البلاد. وليد هناك اللي انا غالب، هذه هي اللي كنت نحكي لك، الديمقراطيه التوافقيه. باهي وليد هذا هو الوضع. اسمع اتفق معاك سيدي، هناك اللي يقول لك شرينا السلم الاجتماعي 8 سنين وقت تشوف النتيجه، هذه واحد. واثنين اسيدي لو فرضنا، لكن هناك حديث اليوم يقول رئيس الحكومه السيد يوسف شاهد الان وهنا وفي الاتفاقات الاخيره بتاع اتحاد الشغل مش يشري في السلم الاجتماعي، يشري في بقائه في الحكومه. كان حب يشري. انا نقول لك ماذا يقال؟ شنو؟ خلينا نجاوبك. ما عندناش الحق باش نقول. الحق باش نقول. كان حب يشري بقائه في الحكومه راهو ما افتعلش الازمه. لانه تعرفوا علاقه يوسف الشاهد ونور الدين طبوبي والاتحاد العام التونسي للشغل 6 اشهر.
الفارطة. لا لا راه ما افتعلش الازمه مع الاتحاد. سوء العلاقه مازالت غامضه. لا سامحني. لا لا تعرفوا اللي كانت ايمان، هي كانت ايمان صحفيه واعلاميه وانا نعرف حيادها ايمان، كانت تقول اللي علاقه كانت ممتازه جدا مع الاتحاد العام للشغل. كان حب يقعد يوسف الشاهد ويخمم في مستقبله. ومش مانيش ندافع على الشاهد لانه فما اخفاقات كبيره، ومعناتها كان حب. راه ما وصلناش الازمه هذه مع الاتحاد العام للشغل. والراي اللي يقول الكلام هذا اللي قلته لك شنو ترد عليه؟ الراي اللي يقول انه يوسف الشاهد شرى سكوت الاتحاد بالمفاوضات، شرى سكوت الاتحاد العام تمشي للشغل لانه معناته في ظل المعارضه القويه اراد ان يحيد الاتحاد العام التونسي للشغل للبقاء في القصف. انا نقول لك الاتحاد العام التونسي للشغل اولا لا يتشرى لا يتباع، ومواقفه ديما وطنيه، معناتها ما ينجمش لا يوسف الشاهد لا غيره يشري موقف الاتحاد، واضح. واثنين الاتحاد يوسف الشاهد وشخص نعرفه مليح، هو بيده لا يتبيع لا يتباع لا يتشرى، معناتها لا يوسف الشاهد ينجم يعرض المقايض على الاتحاد العام تونسي للشغل. وهنا راها ان الناس اللي تقول الكلام هذا مس من الاتحاد العام تونسي للشغل والناس والشخصيات الموجوده والقيادات في الاتحاد العام تونسي للشغل اليوم لا تتبع لا تشرى. يا ودي الاتحاد ومواقف الاتحاد لا تتبع لا تشرى. سامحني احنا يا وليد لا لا احنا ما نقدسوش حتى حد. كلام تاع قهاوي مش عليك انت. مش عليك انت انا نقعد اكثر منك يا ودي. ننقل كلام القهاوي باهي، كلام القهاوي معناتها كلام القهاوي هذا نبض الشارع، معناتها مش سب. وانا معناتها اعتز جدا ان نقول لك ولي الحكومه كلام الشارع باهي، نسكر هذه البارتيز. لا كلام الشارع ما ينطبطوا في خلايا الشارع. ومهم ثم ناس تحكم في البلاد وما تعرفش الشارع نتاعها وما تعرفش الشعب فاش يفكر. هذه المصيبه اللي نعيشوها وبالشارع ويعيش معناتها التواصل مع هذه مهمه باهي. زيد نسكروا البارتيز هذه، لكن بربي نتفاعلوا. اول حاجه ما نحبش الشخص المثل مع حتى حد، واثنين ما نقدسش حتى حد. انا مثلا قبيله كنت تحكي على حمله على رئيس الدوله وكل شيء، ثم فنان قال سكيتش كيك في اطار الابداع في اطار كذا كذا، معناتها كبروها وتم النفخ فيها ومدري شنو وتم الابتعاد بقضايا المجتمع والقضايا الحقيقيه والاساسيه باش نقعدوا نلملوا في حكايه اخرى. لا زاد انت لا انا احكي وانا سامحني حتى زايد اللي انا نحب الرئيس ونحترمه وكذا. لا 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 حكيتي على رئيس الجمهوريه راهو انت بيدك، مش نحكي كرئيس بصفته رئيس الجمهوريه. انا ما نحبش يكون يقدح في عائله ايمان ولا في امور شخصيتها ولا في وليد كيف نستنكر. اليوم اذا كان ننقد سياسيا للجمهوريه ننقدوا سياسيا، ومن حق اي تونسي اي اعلامي. لكن ولات فما قالوا انحاز ابنه، هذا اش قال؟ لا 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 ولات فما هاي عائله والمس من عائلته والمس من كونه باجي قايد سبسي راهو عنده فضل في البلاد هذه اللي جاء من هو وراش الغنوشي زاد واحد يقول جنب البلاد هذه حرب اهليه في 2013 2014. لكن واليوم هو رئيس الجمهوريه وينجم يخطئ وينجم يصيب، لكن راهو مسان من مقامات الناس هذه وحتى الناس الكل راهو خط احمر بالمستوى الاخلاقي، تدني على المستوى الاخلاقي. قلت الحل خلينا نرجع بربي باش تعطيني بعد تعليق على عوده على ربما امكانيه عوده رضا بالحاج والمنشقين على انديه تونس. تتحدثوا على انه في البينه نتاعك وفي الكتله الوطنيه والجريده على انه الحل ربما في انه دعوته يوسف الشاهد باش يعمل اجراء تحويل وزاري لسد الشغورات. لا مش سد الشغورات، تحويل وزاري يقول كامل به. متاكدين وانه اذا كان يمشي البرلمان باش يلقى 109؟ اذا كان ما يلقاش 109 لا يعني يستقيل. ضامنين له 109؟ اذا كان مش يلقى 109 لا سؤالها مهم جدا. ضامنين له كما قال. لا لا ضامن انت باش تلقى له؟ شنو ضامن؟ معناتها ذهب في مقامره كولا لا مقامره لا ومغامره. لا هذا اليوم سامحني انت وانت سيد العارفين في البيان في المجلس. هل انا اقول لك موجودين 109؟ موجودين 109 بحركه النهضوي موجودين اكثر، لكن موجودين كيفاش؟ ماك شفت كي قلت لك انا هالديمقراطيه التوافقيه من سبب المشكل اليوم باش ينجم يتخلقوا 109 ولا 120 ولا 130 على يوسف الشاه انت ولا غيره ولا غير يوسف الشاه باش يمشي يحكي مع الكتل البرلماني يسد على الكتل البرلماني وباش يتناقش معاها التحوير وكل كتله على وحدها وشوف كل كتله شو تطلب وشوف كل كتله شنو هو موقفها. مو هذه هي الديمقراطيه التوافقيه حتى في الوضع العادي راه مش نحكي فقط على الوضع الحالي حتى في الوضع العادي. وذاك علاش هالديمقراطيه التوافقيه هذه اللي تتطلب تنازلات من كل طرف خاصه في الجانب ممكن نفعتنا في الجانب السياسي باش مرينا من البلاد معناتها من ازمه سياسيه واسسنا دستور لكن ما نفعتناش في الجانب الاقتصادي. بدايه عوده المنشقين الى البيت الاول ولا الدار الكبيره كما سميوها، عوده رضا بالحاج وامكانيه عودته الى نداء تونس بعد استقالته من تونس اولا، كيفاش تعلق عليها وليد جلال؟ مبروك عليه،
أو كعلق على خميس قسيلة يلقى الخير. خميس يلقى الخير شكون على لي خميس قال خميس قال يلقى الخير. لا 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 سيدة معناتها من أحد أنا نعتبر رضا بالحاج من أحد المؤسسين ممكن خرج على الخط في وقت ما وشفنا كلام اللي قاله رضا بالحاج في رئيس الجمهورية وفي ابن الرئيس وفي عائلة الرئيس إذا كان الأسباب هذه نحات معناتها انتفت إن شاء الله نرجع الكل إذا كان أيوة لا 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 إذا كانت نحات إذا كان مش مصالح ذاتية قلنا ولا مثلا مصلحة شخصية في العودة كانت نحات وشفناها تنحات لكن سمحني إيمان وانت فجأة في يوم يا وليد نحات. لكن اليوم أكثر من أي وقت مضى التوانسة يحكوا على التوريث وعلى التوريث ديمقراطي شو أرجع معتها قبلة الهيئة السياسية أو الهيئة التأسيسية رجوع لذا بالحاج لا 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 أنا ما في بليش هو عبر عن رغبته هو عبر عن رغبته لا لكن نحب نقول لك أنا ما عرفش رغبته تم معناتها قبلت ولا ما نعرفش اسمع سمع ما يسالش اسمع اني انا باش نعاونك ما يسالش سمح حوارات جاري عندها مده ويبدو انه ثم مش ما عنده ما يعمل هو كك ما روحه لكن مش مشكل حوارات البارح نقول اسمع الخطه اللي عندك في طيب هات الحوارات قالك سكوب فما فيتو على عوده رضا بالحاج للنداء لازم يرجع رضا بالحاج اما مش في تصور جديد او قياده جديده كشخص نجم يرجع كشخص إيه هو اليوم فما حديث على انه شو يقول لك الحديث نتاع الكواليس شو يقول لك يقول لك بدايه عبد رضا بالحاج قد تجرها عوده قيادات اخرى في النداء كانت ربما بما فيهم انتم وليد الرجالات في الكتله الوطنيه اللي اغلبها اللي لا لا انا اتحدث لانهم سامحوني في الكلمه باش يلعبوا دور فقط الواجهه باش يعمل حافظ القائد السبسي الغوكول التالي وينقص شويه على الحديث نتاع التوريث وغيره حافظ ما يعملش ريكول التالي كان حافظ يعمل ريكول التالي تو نرجعوا الناس كل حافظ ما يموش بش يعمل ريكول تالي واضح يعملش حافظ ريكول دونك الأسباب اللي خرجت وحافظ ما نجمش يلعب الدور الثالث أو الرابع أو الشخصية الرابعة أو الثالثة معناته كما قال ماجد الرومي ما يلعب كان دور البطولة ما يحب يلعب كان دور الأول دور الأول أي دونك علش رجعين شكون إذا بالحاج يسأل اللي رجعوا وقت اللي حافظ يرضى بش يكون احد احد المؤسسين ويرضى بش يكون من قيادات نداء تونس ما هوش هو نداء تونس تو الناس كل نرجعوا واضحه وقت اللي حافظ يرضى باش يكون ما قلت لك ما قلتلكش مع اقصاء هنا يرضى باش يكون احد المؤسسين نتاع الحزب واحد قياداته ماهوش هو القياده صداره تنرجع الناس كل بربي نحب نسلك اما حافظ اليوم وش ومش باش يرضى وليد ما حتى كان باش يرضى باش يرضى تكتيكيا باش يلم كل من يحب الاطاحه بيوسف الشاهد ثم يستغني عليهم وليد بربي كانت نصيحتي رضا بالحاج كان رضا بالحاج نعتبره من احسن القيادات في نداء تونس نصحته بعدم العوده ونصحته بطريقه غير مباشره لانه رضا بالحاج نعرفه انسان نظيف وحتى حد من نجم ماكش عاودته عنده تكتيك زاد انسان مبدع لكن انا نقول لك اليوم حافظ يحب يستنجد بكل اطراف كل الاطراف للاطاحه فقط بيوسف الشاهد ثم بعد ما يطيح يوسف الشاهد طيحهم هم هذيك هو انا شكون قلت لك انا حافظ ما عنديش مشكله معاه وبالعكس علاقتي نعتبره صديق وقت اللي حافظ يقبل باش يكون احد قيادات واحد مؤسسين كيف وكيما البقيه ماهوش هو القياده الكل ماهوش هو ما يختزلش في شخصه نداء تونس تقول كنا نرجع وليد بربي سمحني ثم صراع على نداء تونس عند حافظ والناس يقول ورضا وايضا رئيس الحكومه سيد يوسف الشاهد بربي نحب نسالك في كلمه واحده تفضل عين يوسف الشاهد على كارتاج ولا على نيدا تونس؟ عين يوسف الشاهد على كونه يمنع البلاد وينجح المدة نتاعه كرئيس حكومة الثنائي هدف هي. يوسف الشاهد كونه ينجح على رئاسة الحكومة وما نجم ينجح على رئاسة الحكومة إلا ما يحقق نتائج تظهر للشعب التونسي في أواخر 2019 وليد سمحني إيمان عندك الجواب عينه على قتلك نيدا تونس ولا على كارتاج 2019 يوسف الشاهد قيادي من قيادة نيدا تونس أكعب وليد جلاد بحكم معرفتكم انا ما نتصورش يوسف الشاهد انا شخصيا بعلاقتي به ما نتصورش يوسف الشاهد يكون مترشح في 2019 هذا سؤال تتصوروا انه يعمل حزب اخر؟ نعم لا صعيب شوي معناها يوسف الشاهد متمسك بنيدا تونس ما عندوش طموح 2019 على الرئاسية انا حسب ما نعرف الرجل ونعرفه مليح مليح ماهوش مزروب بالعكس ماهوش مزروب وما عندوش طموحات في 2019 لتقدم لرئاسة الجمهورية شكرا لكن حقه الدستوري ما يجيش حزب يمنعوا من حقه الدستوري إيمان أنا قلت لك معلومة تو تقريبا ثلاثة ولا أربع أيام موجودة عندنا قلت في الافتتاحية عين يوسف الشاهد على النداء لا على كارتاج معناتها الحقيقة الحكاية سرقتها ما عندك لا شكرا وليد اللجلاد النائب عن الكتلة الوطنية شكرا لكم